بعد مباراة ذهاب كبيرة جدا من الزمالك وأخطاء كبيرة من الترجي، مع إنه كان بادئ المباراة كويسة وبيحاول يلعب على نقط ضعف الزمالك، إلى أن مباراة رادس هتبقى مختلفة تماما. وده اللي خلاني أعمل حلقة ما قبل المباراة، تحليل ما قبل المباراة. وقعد يقول لي يا معلم ليه ده الماتش الذهاب أنت ما عملتوش تحليل قبل المباراة أصلا؟ أقول لك الماتش ده يبقى أصعب من ماتش الذهاب، مباراة رادس تبقى أصعب من مباراة الذهاب بتاع القاهرة، فكان لازم أعمل لها حلقة قبل المباراة. فحلقة تبقى فيها كل حاجة، نتكلم على الشحن الجماهيري اللي جماهير الترجي بتعمله، غريب جدا الشحن اللي في أرض الملعب، السيناريوهات اللي ممكن تحصل، التكتيك اللي ممكن يبدأ بيه هنا، التكتيك اللي ممكن يبدأ بيه هنا، هنتكلم على كل حاجة مباراة النهاردة. قبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وقناة اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك الحلقات أول بأول. يلا بينا نخش في الحلقة. في كذا جزء عايزين نتكلم فيه في حلقه النهارده. الجزء الاول هو شحن الجمهوري. الشحن الجمهوري اللي احنا بنشوفه غريب جدا من جمهور الترجي، شفناه في 2018 ضد الاهلي، وكان الجمهور كان بيشحن ضد الاهلي، كان بيشحن ضد جمهور الاهلي. دي حاجه مش مفهومه، دي حاجه مش عايزينها. الجمهور الترجي بيقول لك احنا اتعاملنا معامله سيئه في مصر، معامله سيئه كانت من الامن مش من جمهور الزمالك، احنا مالناش دعوه الامن. هو بيعامل كده كل جمهور، الامن بيعامل جمهور الاهلي، بيعامل جمهور الزمالك، بيعامل جمهور الاسماعيلي، حتى جمهور هو انت جيت من بره مصر، جمهور من تونس، عامل نفس المعامله. هو الامن كده بيعامل كل المشجعين نفس المعامله، كله نفس المعامله. فانت مش متهدينك ولا الامن عاملك كده عشان انت مشجع للترجي او مشجع من تونس، لا يا معلم، هو كل الجمهور في مصر كلها بيتعامل نفس المعامله اللي انت اتعاملتها. فما هو ده اللي بيحصل في مصر، ده اللي بيحصل على طول في مصر، فما تستغربش من اللي حصل، ما تستغربش. فالشحن اللي شايفين ان انت بتشحن ضد جمهور الزمالك وبتشحن ضد لعيبه الزمالك، ده مش مفهوم وده مش قابلينه. اللي احنا جمهور الزمالك ذات نفسه في القاهره ما شحنش ضدكم، ما جاش جنبكم، ما كلمكمش اصلا في مصر. فانت ما تروحش تشحن ضد جمهور الزمالك او لعيبه الزمالك هناك في تونس، ما لهاش اي مبرر اصلا انت تشحن هناك. فربنا يستر الجمهور. اصلا وزاره الصحه كانت قايله ان احنا ما بتقول ان مباراه الزمالك والترجي تستوجب ان هي تكون بدون جمهور بسبب مرض الكورونا وكده. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. بس اللي احنا بنقوله ان احنا ما لهاش لازمه الشحن الجمهوري، سواء للشحن ضد لعيبه الزمالك او ضد جمهور الزمالك، ما لهاش اي تفسير تماما. وحتى يا معلم انت لو عايز تشحن لعيبتك او تشحن جمهورك اللي هو يزلزل الملعب بتشجيعه، لكن ما تشحنوش اللي هو ضد الفريق التاني، ده مش مقبول. الحاجه الثانيه هو السيناريوهات اللي هتلعب بيها المباراه. ف 2018 لعيبه الترجي او تشكيل الترجي كان اقوى بكتير جدا عن تشكيل الترجي بتاع الموسم ده. كان 2018 كان في سعد الجير، كان في انيس البدري، كان في يوسف بلايلي، كان في فريق تقيل قوي على الفريق اللي بيلعب ضد الزمالك يوم الجمعه. بس اللي انا عايز اتكلم فيه هو السيناريو اللي يبدا فيه. ف 2018 لعيبه الترجي كانت نازله مشحونه جدا من الحكم بسبب حكم مهدي عبيد اللي كان في مباراه الذهاب، فكانوا داخلين كل اللي في دماغهم ان احنا نشتت الحكم، ان احنا نوتر الحكم، ان احنا نرهب الحكم، ان احنا نضغط على الحكم، وان احنا نقرف الحكم. ده اللي كان بيعمله لعيبه الترجي طول ال 45 دقيقه الاولى في مباراه الفاينل ضد الاهلي في 2018. وده اللي خلى ساعتها الترجي ما يقدمش المباراه، ما يقدمش الشوط الاول كويس، ما يقدمش كورته اللي قدمها في الشوط الثاني. كان الشوط الاول كان كل اعتماد اللي هو يوتر الحكم ويضغط على الحكم، ده كان كل اعتماد اللي هو ياخد بقى ضربه جزاء، ياخد فاول، ياخد طرد. ده اللي كان بيعمله لعيبه الترجي، وده اللي خلى لعيبه الترجي شكلها وقع الشوط الاول، وخلى جمهور الترجي نوعا ما شويه يفقد الامل. يقول لك اللقب الافريقي بيتسحب مننا، الا ان سعد الجير جاب جون في اخر دقيقه في الشوط الاول، والى ان شفنا الشوط الثاني بقى شكل مغير تماما من سعد الجير وانيس البدري وبلايلي، والفريق كله كان بيقدم مباراه عالميه في الشوط الثاني. فهل السيناريو ده ممكن يبقى في مباراه الزمالك؟ ما توقعش، لان معين الشعباني ولاعيبه الترجي نضجت اكتر ان هي تندرج تحت المستوى ده، لان المباراه الذهاب برضو لعيبه الترجي توترت ضد الحكم، مع ان الحكم كان قدم مباراه جيده جدا، رضوان جيد عمل مباراه عالميه جدا ما فيهاش اي اخطاء. مش عارف ايه اللي خلى لعيبه الترجي تبقى عايزه تعترض وكل الكلام ده، مش فاهم بصراحه، واعترضوا وكان في توتر من لعيبه الترجي. فهل لعيبه الترجي ممكن تندرج تحت السيناريو اللي حصل في 2018 تاني في مباراه العوده ضد الزمالك؟ ما توقعش ان لعيبه الترجي ومعين الشعباني نضجوا اكتر وفهموا اكتر ان هم يندرجوا تحت المستوى ده. تعالى بقى نروح الحاجه الثالثه، وهي بقى التكتيك بتاع الفريق.
ترجي في مباراه اذهاب غير تشكيلته تماما، وده راجع انه اكيد 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 اتفرج على مباراه الضحى كتير جدا، فغير تشكيلته ل 4-1-4-1 بدل 4-3-3 اللي بدا بيها، وال 4-1-4-1 دي كانت مستوجبه اللي هو يضغط على نص ملعب وعمق الزمالك بقوه، انت بتلعب بيه عبد الرحمن مزيان، بتلعب محمد بن رمضان، بتلعب بيه عبد الرحمن بن غيث، عبد الرؤوف بن غيث، بتلعب كمان بحمد الهوني، انت بتلعب باربعه، ضغط 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 كبير جدا على الزمالك، وكمان عين الشعبان كان مركز في حته كبيره جدا على الزمالك وثغره كبيره ليا العمق، المساحه اللي ما بين قلبين الدفاع ما بين اثنين بتوع نص الملعب بيبقى في مساحه ما بينهم، هو كان بيحاول يخترق من الحته دي، سواء حمد الهوني بياخد الكرة ويخش لجوه، سواء بقى عبد الرؤوف بن غيث بياخد الكرة ويخش لجوه، كل ده كان بيخش لجوه في العمق علشان يشكل خطوره من العمق بتاع الزمالك، وفعلا كان كل خطوره الترجي من العمق الناحيه بتاعت الاطراف دي، سواء عبد الشافي او حازم امام ما كانش فيه مساحه كبيره، مع ان المساحه بتاعت حازم امام كانت مفتوحه طول المباراه، لو كان الترجي قدر ان هو يرفع الحته دي ويطير في الحته دي هيساوي حمد الهوني، قال ليش انت اي حد كان يضغط على حازم امام كان هيخترق بكل سهوله، لكن اللي شفناه ان الترجي كان بيحاول يخترق بالعمق اكتر، وده كان راجع الناحيه الثانيه بقى عند الزمالك كان مريح الاطراف، مريح الاطراف مش اللي هو خلاه اللي هو يلا يا رجاله هاف فاني، لا الاطراف كانت في ضغط عليها نوعا ما شويه، لكن ما كانش فيه ضغط كبير، ما كانش فيه لعيبه الترجي ما كانتش مركزه على الاطراف، كانت مركزه في عمق الملعب اكتر ما هي مركزه على الاطراف. دون ممكن يحصل مباراه الذهاب هو يحصل ما يحصل مباراه الاياب يحصل مباراه الاياب، لان الترجي هيخش تقريبا بنفس التشكيله بنفس التكتيك بنفس الضغط المباشر على لعيبه الزمالك، لا بل ده الضغط هيبقى اقوى، لان الترجي خسران المباراه الاولى 3-1 فممكن 2-0 بس يصعده، فتلاقي الضغط ضغط شرس كبير جدا، بس انا من رايي لو الترجي بيحاول يضغط ويحاول يقفل الزمالك يعمل حاجه واحده بس، اللي هو يبدل الوينجات، حمد الهوني يروح من ناحيه اليمين اللي هو يضغط على عبد الشافي، والناحيه الشمال بقى تلعبها بن ساحه، عبد الرحمن مزيان، اي حد على حازم امام، فانت لو بتلعب على حازم امام وتضغط على الاطراف دي هتبقى كويسه، لان انت حازم امام لازم لاعب ناحيه الشمال يبقى بيلعب اشول برجليه الشمال، لان عبد حازم امام لما بتاخد لبره مساحه بتتفتح، يتاخد بره وترفع عرضيه دي هتتفتح تماما، ما انت لو عايز تلعب على النقطه دي عند الزمالك اضغط من ناحيه الاطراف سواء عبد الشافي او حازم امام، العب حمد الهوني والاثنين يعتمدوا على عرضيات حمد الهوني مثلا وبنساحة الاثنين يعتمدوا على عرضيات لابراهيم وطاره، لكن تضغط على اطراف الزمالك، وده راجع لحاجه بقى ثانيه عند الزمالك لازم يركز عليها. سمعنا بعد مباراه الترجي ان حازم امام بيقول ان انا بلعب مباراه الدوحه ومباراه الامارات ومباراه الذهاب، الثلاث مباريات دول كنت مصاب وبلعب مصاب وجيت على نفسي عشان العب المباريات. تمام، لو حازم امام لسه مصاب اتمنى يريح. ريح حازم امام، ريح حازم امام، قعد على الدكه جنبك، العب بمحمد عبد الغني، محمد عبد الغني هيفيدك في حتتين اثنين كويسين جدا. اول حاجه هو مش هيعمل زيادات هجوميه ويفضل ثابت ورا، وده اللي هيخلي الدفاع بتاع الزمالك كويس نوعا ما، لان عبد الغني يفضل ثابت لورا وقافل حته اليمين بتاعته، والحاجه الثانيه ممكن يدي حريه للوينج اللي قدامه اللي هو ما يرجعش كتير لورا، بس ده برضه لازم تدينا مؤشر للاطراف بتاعت الزمالك، اطراف الزمالك لازم يبقى فيه حاجه مهمه جدا، سواء لعبت بحازم امام او محمد عبد الغني زيزو يبقى قدامه، لان زيزو في الادوار الدفاعيه كويس جدا عن اونجما، فزيزو يبقى قدام محمد عبد الغني او حازم امام يرجع لورا كتير جدا ويقفل مع الباك اللي يبقى قدامه سواء حازم او عبد الغني، دي حاجه كويسه جدا ان زيزو يبقى في الحته دي ويرجع يقفل معاه. الناحيه الثانيه ونجم نوعا ما الناحيه الهجوميه او نزعته الهجوميه اقوى من نزعته الدفاعيه، لكن ان انت برضه هتبقى محتار الاعب ونجم على خليل شمام ولا وديه ناحيه اليمين على هبل مباركي، فانت محتار العب بزيزو عشان يدافع ولا ايه، بس الزمالك اللي انا عارفه من المباراه دي هنخش مش مستعجلين، هنخش مش مستعجلين، مش متعصبين، مش متوترين، هيبقى هاديين خالص، بنلعب بنحاول نقفل الملعب، بنحاول نقفل المساحات، بنحاول نقفل الدنيا تماما، نلعب على الهجمه المرتده، ونلعب على الهجمه المرتده، وده راجع وده يرجعنا او هيودينا لحته مهمه جدا، هو اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي في المباراه دي فايق وفي يومه هيفرق جدا مع الزمالك، لان اشرف بن شرقي لما بيبقى في يومه بيفرق مع الزمالك، شفناها في ماتش الدوحه، ولما خاف في ماتش او ما بقاش ظاهر في ماتش الامارات ضد السوبر ضد الاهلي، كان الزمالك كان سيء جدا هجوميا، ولما رجع تاني لمباراه القاهره كان قدم مباراه عالميه في الذهاب دور دوري الابطال، فبتمنى اشرف بن شرقي يبقى كويس في المباراه دي ويبقى
نوعا ما فايق في المباراه دي، لان بن شرقي هيفرق جدا مع الزمالك. بتمنى كمان ان اللي يلعب الاطراف اللي هم ونجم وزيزو، يبقى زيزو ناحيه اليمين اللي هو يرجع مع عبد الغني او حازم امام، علشان لما يرجع زيزو مع عبد الغني او حازم امام يقفل ناحيه اليمين دي مع الباك، هتلاقي الاثنين بتوع نص الملعب طارق حامد وفرجاني سيسي ما تلخموش او ابتدوا يفكروا ان هم يقفلوا مع الطرف، لا اللي هم يركزوا اكتر في العمق، اللي هم يقفلوا المساحه اللي بتبقى في ظهرهم. بتمنى جدا جدا الزمالك يركز لو يقفل الاطراف، حتى الترجي هو هيبقى نقطه ضعفه هو قلب دفاعه، لان النهارده الترجي هيبقى غايب منه الياس شتي، هيبقى غايب منه اليعقوبي، هيبقى غايب منه كمان في الهجوم محمد بن رمضان، فهيبقى غايب منك ثلاثه من الركائز الاساسيه بتاعتك. فالزمالك لو ضغط على دفاع الترجي وهو غايب منه اللعيبه دي، ان شاء الله نقدر نسجل هناك في رادس. هو التسجيل ده هينهي تماما، لو انت سجلت هدف رادس هينهي تماما على المباراه ان شاء الله باذن الله. بس في الاخر ده كان رايي انا، ونيجي في اهم حته وهي التوقعات. توقعات في المباراه دي، مباراه صعبه جدا 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 على الترجي، وصعبه جدا 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 على الزمالك. فان شاء الله باذن الله توقع انا الشخصي ان الزمالك هيصعد من المباراه، بس هيصعد بصعوبه شديده جدا جدا جدا. ممكن يصعد مثلا 2-1 ولا حاجه للترجي، مثلا الترجي يجيب جولين والزمالك يجيب جول وحصاد. بتمنى السيناريو غير كده وما يبقاش فيه حرق اعصاب، بس هو ده اللي توقعي ان الزمالك يصعد بصعوبه شديده جدا. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في المباراه او قبل مباراه الزمالك والترجي. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك كمان، مين قادر على الصعود للسيمي فاينل؟ هل الزمالك خلاص حسمها ويصعد، ولا الترجي هيعمل ريمونتادا ويصعد على حساب الزمالك؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكمان اشتراك، فعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، وامشي على الفيسبوك، التويتر، تويتر كان معاك الصبح. شكرا على الدايه، سلام.